فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتية في بيع التقسيط، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده أنه إذا قومت السلعة فبيعت في الحال ليس هناك بأس، لكن إذا أجلت فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟ الصواب أن بيع التقسيط ليس بخلاف، بيع التقسيط إذا باع في باع النبي السلعة في أقساط إلى آجل المعلومة ليس في هذا خلاف. وقد باع أصحاب بريرة باعوها بأقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقرهم، باعوها بثمن مقسط على 6 سنين، كل سنة 40 درهم، يعني وقية كل سنة وهي 40 درهما. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها بالتقسيط، فبيعوا بالتقسيط ويشتري السيارة ب20,000 كل سنة 1,000 أو كل شهر 1,000 أو كل شهر 100، لا حرج في ذلك إذا كان أقساطا معلومة. لكن بعض أهل العلم قال إذا قومها قال تساوي كذا 1,000 نقدا وب1,100 نقدا إلى أجل، هذا يشبه الربا، ولكن الصحيح ليس في ربا هذا وليس في شيء، لأنه يقول له إن كنت تشتريها الآن بالنقد فثمن كذا، وإن كنت تشتريها بغائب فثمن كذا، فإذا قطعه على شيء معلوم، قطعه بالمعجل فلا بأس، أو قطعه بالمؤجل فلا بأس، لكن لا يتفرقان إلا وقد قطعه على شيء معلوم فلا بأس.